مستمعي إذاعة الحياة اف ام، مرحبا بكم في برنامجكم الجديد الحياة في المتحف. في هذه الحلقة الأولى سنكتشف القطعة الأولى من هذا البرنامج، وهي مشكاة المعز ابن باديس. مستمعي إذاعة الحياة اف ام، انطلقنا الآن في القاعة الأولى وهي قاعة البرونز أو قاعة ما بسبب قاعة القبة، وسنكتشف القطعة الأولى اللي قال لكم عليها الأستاذ زهير، وهي مشكات المعز ابن باديس. وجميل أن نكون الحلقة الأولى والقطعة الأولى من النور حتى تكون هناك نور في هذا المتحف. شنية هالقطعة هذه سي زهير؟ شنية حكايتها؟ هل نعطي بعض الشيء ونعطي بعض الحياة لهذه القطعة لمستمعينا في ذات حياتها؟ القطعة اليوم اللي قدامنا هي مشكات المعز ابن باديس. إيش معناتها مشكات؟ مشكات أولاً قدمه هي الثريا متاع اليوم، هي الثريا اللي تضوي. هالمشكات هذية بما أنها هنا تضوي، وين مبدأ وين كانت موجودة؟ وين كانت موجودة؟ كانت موجودة في بيت صلاة الجامع الأعظم، جامع عقبة بن نافع، وهي نسبة إلى المعز بن باديس لأنه أمر بصنعها المعز بن باديس، هو رابع الأمراء الزيريين. هالمشكات هذه صنعت من البرونز. البرونز هو معدن قوي جدا، معدن هو عبارة على تركيبته وأنه 90% من النحاس و10% من القصدير. وهذه هالمشكات هذه جات في أحجامها، حجمها 118 سنتيمتر طولها، والقطر متاع العرض متاعها 51.5 سنتيمتر. المشكات هذه ما جاتش هي تستعمل كمشكات كهو للإضاءة في جامع عقبة بن نافع. المشكات هذه فيها فن آخر زادها جمالية اللي هو فن الخط العربي. المشكات هذه اللي لاحظ بالكدا مش يشوفك ثقب قبة ذمك الموجودين هما عبارة على أشرطة كتابية. الأشرطة كتابية هذه كي تتحط في وسطها الضوء للإنارة اللي هي مش تكون الشموع وإلا ما يعرف بالفتيلة، كيفاش مش يصير؟ مش يصير واني مش تعكس الضوء على الجدران متاع الجامع متاع بيت الصلاة، وبالتالي تظهر الكتيبة مكتوبة على الحيوط اللي هي الكتيبة اللي فيها مد أدعية للمعز اللي يصلي، واللي يهز راسه للحيوط يقرأ يدعي للمعز. المعز ربح حاجتين، ربح وانه الناس تدعي له مع آلياً اللي يقرأ يدعي له، وربح وأنه عمل الأجر والصناعة هذه باش تضوي جامع عقبة بن نافع. وأيضاً في الأسفل نوجد صانعها، كأني أكل الصانع الحرفي اللي خلى اسمه اللي هو محمد بن علي القيسي الصفار اللي هو صنع هالقطعة هذية. وموش غريب معتها على القيروان اللي هي كانت مشاعة في الصناعات الكل، في تقريبا في الفنون الكل. وما هيش المشكات هذه الوحيدة اللي موجودة، ولكن إن كانت هذه أشهرها فما وحدات أخرين، فما مشاكل أخرين موجودين في كانوا يضويوا الجامع الكبير، وأيضا فما وحدات أخرين اسمهم الأطباق البرونزية اللي كانت تضوي وعلى على الشكل هذيك. علاش تعتبر قطعة أثرية؟ علاش سميوها قطعة أثرية؟ قطعة أثرية على خطرها أولا يفوت عمرها 100 سنة، وثانيا هي لأنها تأرخ إلى فترة وحقبة تاريخية معينة، وارتباطها بشخصية تاريخية أثرت في التاريخ والقيرواني خاصة وتاريخ شمال أفريق اللي هو المعز ابن باديس. دونك خذيت القيمة الكبيرة اللي بها، وهي كما قلنا حطيناها في المتحف، جابت من بيت الصلاة بتاع جامع عقبة بن نافع وتحطت في المتحف نظرا للقيمة هذه متاعها واللي ندرتها لأنها ما كيفيهش برشا في العالم.
وخاصة خاصة في ما تميزت به من الكتابات، كما مكتوب الحمد لله السعادة واليمن والبركة، وأيضا مكتوب اسم السيد اللي صنعها محمد بن علي بن قيس صفار، لشكون؟ للمعز. المشكات هذه خذت القيمة متاحة والتفرد متاحة، واعتبرناها قطعة فريدة. قديش من مرة خرجت إلى معارض دولية، وحتى في متحف باردو أيضا خرجت وعرضت وعادت إلى مكانها بالمتحف الوطني للفنون الإسلامية رقادة. كنا نتمنى لو مشكات كما شفتها مشكاة المعز بن بديس لو في متحف رقادة لقاو منها دي بروتوتيب صغار نجم يتحطوا في متجر متحف رقادة، وينجم كل واحد يزور المتحف يروح بهذه المشكات كذكرى لهذه الزيارة في متحف رقادة. كذلك لما لا أن يكون هناك قرار بلدي أو قرار في القيروان أن كل جوامع القيروان في المحراب بتاعها تكون هذه المشكات موجودة، فتكون طابع من طابع إيتونتيسيتي تاع جوامع القيروان فيها مشكات المعز بن بديس. نجم في النصف نكتب مثلا المعز بن بديس نجم نكتب حتى أدخلها بسلام الأنين وندخل فيها أشهركم فيها أشهد الله إلا الله محمد رسول الله، وتكون معناها مزينة لكل جوامعنا. علاش لا كما تشوفوا في مصر يتحدثون عن فانوس رمضان، لما لا يكون لنا نحن مشكات رمضان وتباع في أسواق القيروان هذه المشكات في مناسبة شهر رمضان، في تدخل في السيكل نتاع الإيكونوميك نتاع البلاد وتعود رمزية هذه المشكات في هذه البلاد، لما لا؟ شكرا أستاذ زهير على هذه المعلومات القيمة، على هذه المشكات الجميلة، خاصة كانت جميلة وأبهجتني أنا الاستماع لهذا النور الذي يخرج من هذه المشكات، وخاصة هذه الكلمات التي سترى في هذا الجامع. هذه صورة جميلة تعطي كثير من الحياة لهذه القطعة الأثرية. شكرا لك. وكنتم أعزائي المستمعين في حلقتنا الأولى حياة في المتحف، وكنا مع قطعتنا الأولى مشكات المعز بن بديس. نلتقي في الحلقة القادمة مع قطعة أثرية أخرى في المتحف الوطني للفنون الإسلامية، واللي مش تكون القطعة دائما في العصر الزيري، هو قطعة غنية جدا ومشهورة، هي مصحف الحاضنة. استمعوا في الحلقة القادمة إلى قطعة جديدة، فإلى اللقاء.